أحد مجالاته هي المجال الافتراضي أو مجال المرئي من خلال القنوات الفضائية. سيطرة العقل النقلي الاكتراري على العقل الاجتهادي الذي ساد لدى بعضهم في الأزهر في مرحلة شبه الليبرالية. تراجع تأثير الأزهر في الحياة الاجتماعية وميل بعض رجال الأزهر للغلو حتى يستطيعون أن يكونوا جزءاً من المنافسة في السوق الديني المرئي والسوق الديني في مصر وفي العالم العربي كنتاج للصراع والتنافس بين بعض رجال الدين، ورأى بعضهم أن التشدد هو الذي يسمح له وأن تبني المقولات الوهابية هو الذي يسمح له أن يكون طرفاً منافساً في الفضائيات، طرفاً منافساً ومقبولاً في المجلات والجرائد التي تمول من قبل السعودية ودول الخليج. هذه حقائق لا يستطيع أحد نكرانها. بروز أيضاً دور الإعلام المرئي لا سيما القنوات الفضائية الدينية بل وغير الدينية التي كان تحتفي بهذا النمط من المشايخ ورجال الدين الذين يتسمون بالتشدد وبالغلو لكي يكتسبون أكبر قدر من الطلب على هذه البرامج ومن ثم الإعلانات، لأن جزءاً كبيراً من أدوار هذه الفضائيات سواء الدينية أو غيرها هو الإعلانات، استقطاب أكبر قدر من المشاهدين لكي يكون ذلك أحد دوافع الإعلانات وبالتالي التمويل. بالقطع هذا التغير ساهم في التأثير على أنماط القيم السائدة في مصر وعلى إدراك الناس للدين وفهمهم له وعلى القيم الدينية السائدة التي اتسمت بالغلو. لماذا؟ لأن هذه المؤثرات كلها ساهمت في تغيير. الحديث عن أن الإسلام المصري إسلام وسطي في حقيقة الأمر كانت جملة يمكن أن تقال في الماضي، أما الآن فأعتقد أن مثل هذا الحكم هو مجاف لواقع الماط التدين السائدة في بلادنا. أيضاً مصر وفي العالم العربي ونظراً للتدهور في مستويات المعرفة ومستويات التعليم ومستويات الوعي باتت الفتوى هي سيدة الحياة، وخاصة وأن كثر من الناس نظراً لعدم معرفة العوام بل والمتعلمين بأصول الدين وقواعده إلى اللجوء إلى المفتيين، وليس الإفتاء الرسمي فقط الذي ثمت شكوك حوله والتي ساهمت الجماعات الإسلامية السياسية في التشكيك في الفتاوى التي تصدرها المؤسسة الدينية إلى لكي يكون بديلاً عن هذه الفتاوى إن فتح سوق الفتاوى على مصراعيه ولم يعد أحد يدري من الذي يفتي ومن هو وأي تكوين تلقى وأي معرفة تحصل عليها، وبات حروب الفتاوى سمت حالة مصرية وعربية. النقطة الثانية أصبح ذلك أدى هذا التمدد لسوق الفتاوى وسيطرته على الحياة الدينية والفكرية أدى إلى حجب العقل الفقهي بما فيه العقل النقلي الذي يسيطر على الأزهر الشريف إلا قلة قليلة محجوبة عن التأثير في المجال العام الديني. كل ذلك أدى إلى هيمنة الدين على كافة المجالات، المجال السياسي، المجال الثقافي، المجال حتى العلمي. يعني عندما نشهد بعض الذين يحاولون إيجاد سند لبعض النظريات، على النظرية العلمية معناها إن لم تكن قابلة للضحك وللنقد لا قيمة لها، لا تصب بأنها نظرية علمية. البعض حاول وبدعم من عديد من دول الخليج والمملكة العربية السعودية في مرحلة من المراحل أن يقدموا محاولة لإثبات أن كافة النظريات العلمية الحديثة موجودة في النصوص المقدسة
وأتذكر ذات مرة أستاذتنا الجليلة الدكتورة بنت الشاطئ دخلت في سجال مع أحد الرجال الذين كانوا يتعايشون على هذا النمط من التفكير بأن القرآن كتاب إيمان وكتاب عقيدة وليس كتاب علم، على مواجهة تحديات عصرها، قادرة على إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين في بلدان هناك حالة من التخلف التاريخي بينها وبين عالمها، بين مصر وبين إقليمها، لقد تراجعنا كثيرا جدا جدا جدا. الأخطر أن ما حدث لم يكن مجافيا فقط لمنطق العصر، وإنما محاولة لقصر الحياة المعاصرة واختزالها على نمط من التأويل الديني الذي كان سائدا في مرحلة تاريخية سابقة. وهذا أمر بالغ الغرابة، لأن المذاهب المختلفة التي تشكلت تاريخيا في أعطاف الإسلام الجمهور السني كانت في حقيقة الأمر كل من هذه المذاهب كانت تعبيرات عن تفاعل بعض كبار الفقهاء مع عصرهم، مع مجتمعاتهم، مع نمط الأسئلة الذي كان سائدا في عصرهم، ومن ثم كانوا يجتهدون، كان الاجتهاد والإجماع والمصلحة والعرف جزءا من مصادر ليس فقط الفقه الإسلامي وإنما الشريعة الإسلامية كما تعلمون، ومن ثم هذه بدهات يتلقاها طلاب المعرفة الدينية سواء الذين يدرسون في الأزهر الشريف أو يدرسون في كليات الحقوق على مدى 4 سنوات هي عمر الدراسة في هذه الكلية، بالإضافة إلى بعض أقسام اللغة العربية في الجامعات المصرية. إذن هذا النمط من الاختزالية وإعادة إنتاج المقولات والإفتاءات والآراء القديمة فقط تكشف عن دراما العقل النقدي، العقل النقلي، أزمة هذا العقل النقدي الكبرى الممتدة، والتي حاول البعض كما ذكرت من بعض أفاضل الأسماء داخل الأزهر الشريف أن يتجاوزوا هذه النزعة النقلية، ولكن للأسف الشديد كل هذه المحاولات كانت تحبط دائما نتيجة هيمنة الغلاة على الساحة الدينية وعلى الساحة الأزهرية، وأصبح الأمر أكثر خطورة باتساع نطاق الفاعلين الدينيين السياسيين خارج نطاق الأزهر الشريف. إذا أردنا أن نعرف بعض من أسباب هذه الأزمة ففي تقديري أن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب، منها هيمنة كما قلت مناهج التفكير النقلي والعقل النقدي التي تعتمد على المقاربات اللغوية التقليدية لا الهرمنطقية الجديدة وما بعدها للنصوص الفقهية القديمة، إعادة إنتاج المقولات الرئيسة وفروعها وشروحها والمدارس الفقهية السنية على اختلافها، أيضا انكسار فكرة التلاقي والحوار الديني بين المذهب السني وبين المذهب الشيعي، كانت هناك محاولات للتقارب الديني في عهد ولاية الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت وكذلك الشيخ محمد عبد الله دراز والشيخ القمي، وكانت هناك دار للتقريب في مصر، وأفتى إمامنا الأكبر الشيخ شلتوت بجواز التعبد على المذهب الشيعي الاثنى عشر. هذه حقائق يتناساها البعض بحكم الانتماء إلى منابع النفط وإلى تمويلات النفط وإلى المؤسسات الدينية السائدة سواء كانت الرسمية الوهابية أو غيرها من المؤسسات الأهلية التي تمول هذا النمط من الأفكار والكتابات والإفتاءات. أيضاً كنتاج لعدم الاجتهاد وضمور النزعة الاجتهادية، كل ذلك أدى في حقيقة الأمر إلى غلبة التفكير الدفاعي عن الإسلام في الرد على أباطيل خصومه أو غيرها، ولم يعد الأمر هو أمر تجديد في بنية التفكير والعقل الإسلامي، وإنما
انتهى الأمر إلى ترداد اتهامات قديمة كان تلقى بالباطل على القيم الإسلامية وعلى القواعد الإسلامية وعلى التاريخ الإسلامي وعلى الشخصيات الإسلامية الكبرى. ومن ثم هذا نمط من الانشغالات هو في حقيقة الأمر رمز من رموز الضعف والوهن وعدم القدرة على المجابهة وانعدام الجسارة في مواجهة أسئلة العصر وتحدياته بالتجديد في الفكر الديني. أيضاً غياب تمثلات واستعارات للمناهج الحديثة في العلوم الاجتماعية، وأصبحت ذات المناهج القديمة التي أنتجت بما فيها علم الكلام الإسلامي ومخولاته للأسف يستعاد دون أي تجديد، دون أي محاولة لإقامة جسور حوار مع الفلسفات الحديثة والمعاصرة، العلوم الاجتماعية الحديثة والمعاصرة، حتى على صعيد التعليم اللغوي، حتى على صعيد المناهج التي تتعامل مع اللغة ظلت قديمة لا تتجدد إلا قليلا في مجال الدراسات الأدبية. أيضا نرى كثر يستخدمون بعض المصطلحات الحديثة ولكن على نحو بياني وليس استخدامها كمفاهيم تساهم في وتساعد في تطوير الفكر الإسلامي. أنا أعتقد أيضاً في أن المزايدات الدينية ذات الطابع الفقهي والطابع الإفتائي بين بعض رجال الدين بعضهم بعضاً لاعتبارات تتصل بمنافسات والمصالح فيما بين بعضهم بعضاً ومن ثم الصراع فيما بينهم، كل ذلك ساهم في إعاقة عملية التجديد في الفكر الإسلامي. أيضاً رهاب النقل للعقل الذي سيطر على الإنتاج الفقهي والفكر الإسلامي حيث يسود الخوف من الاجتهاد وحتى القلة القليلة جداً التي حاولت أن تجتهد كان دائماً ثمة من يحاول أن يحجبها عن الحضور في المجال العام أو يرفع سلاح التكفير الذي رفع على الكثيرين من غير مسوغ وحتى هذه اللحظة وسيستمر لإعاقة تطور حقيقي للفكر الإسلامي. أتصور أن كل هذه الأسباب وكل هذه المظاهر هي التي تضع مسألة الاجتهاد في سياقها، ولا يمكن الانتقال في تقديري من هذه الحالة إلى حالة يمكن فيها أن تكون هناك بيئة حقيقية سياسية وثقافية ودينية قادرة على دفع بعض رجال الدين وغيرهم إلى الاجتهاد في مسؤولية وفي انضباط، لابد من أن يكون سلطان العقل إلى سلطان النقل. النقل له حدوده وله دوره، لكنه لا ينبغي أن يكون العقل النقلي هو العقل المسيطر على إنتاج الأفكار والتفسيرات والتأويلات في الفكر الإسلامي المعاصر. أيضاً محاولة تحرير الإسلام من الدين وتحرير الدولة من الدين، الدولة لا ينبغي أن تكون معادية للدين ولكن حاضنة له داعمة له، لكنها لا تميز بين الناس إلا بدولة القانون لا وفقاً للمعايير التمييزية القائمة على الانتماء الديني أو المذهبي داخل الدين أو المدرسي داخل المذهب إلى آخره. ومن ثم لابد أولاً دراسة الوضع الراهن للخطابات الدينية السائرة، لأنك لا يمكن أن تغير في الخطاب الديني السائد دون أن تكون لديك دراسات في العمق لهذه الأنماط السائدة من الخطابات الدينية. النقطة الثانية، لا تجديد دون حرية، لا تجديد دون ديمقراطية، لا تجديد دون نبذ العنف وأن يكون سلطان القانون فوق من يمارس العنف مادياً كان أو رمزياً. لا يمكن أن يكون هناك تجديد دون أن يتطور التعليم الديني والمدني معاً من رياض الأطفال حتى التعليم ما بعد العالي تغييراً جذرياً شاملاً. لا
لأن نظام التعليم الآن هو الذي أدى إلى هذه الوهدة التي وصلنا إليها. خريجين للأسف الشديد لا يصلحون لأداء أي شيء. هل يعقل أن بعض الخريجين يخطئ في الإملاء في الأزهر وخارج الأزهر؟ هذه مأساة في حقيقة الأمر. أشكركم ونفتح باب النقاش بين الزملاء الأعزاء. أول الذين طلبوا التحدث الأستاذ أحمد شعبان محمد طلب المداخلة، فلا تفضل. هذا أمر أرجو أن نتجاوزه، لأن المشكلة كما قلت، هل نحن مستريحون لأوضاعنا التي نحن فيها أم لسنا مستريحين لها، بغض النظر عن من الذي قال ومن الذي طلب. وعشان أريح حضرتك، نحن لسنا فقط بحاجة لتجديد خطابنا الديني، وإنما نحتاج لتجديد خطابنا السياسي، ونحتاج لتجديد خطابنا الاقتصادي، وتجديد كل أنماط حياتنا التي جعلتنا نتخلف ولا نتقدم إلا ربما على مستوى الاستعانة ببعض الأدوات الحديثة التي ينتجها الغرب ونحن نشتريها لنستهلكها، ولا ندري إلى متى حتى ينضب كل ما لدينا من أموال، تنضب كل ما لدينا من أموال ونصبح على قارعة طريق التاريخ يعني. فالمشكلة ليست عند السيسي. السيسي طلب أن تكون هناك ثورة دينية، تجديد للخطاب الديني، وأنا شرحت في بداية حديثي ما الذي فهمته أنا من كلمة ثورة دينية، وأنها لا تعني بأي حال من الأحوال ثورة على الدين، وإنما هي ثورة يقودها الدين من أجل تمكين الدين وليس عكس هذا. فدي نقطة مهمة. مسألة الأخ شعبان أحمد في البداية، أولا تحدث أشياء هي عكس تماما ما قلت، يعني أنا لم أقل بأي حال من الأحوال إن إحنا نلفق، بالعكس أنا دعوت إلى أن نبحث لأنفسنا عن مذهب علمي متسق مع ذاته يبعدنا عن مسألة التلفيق، يبعدنا عن مسألة أن أنتقي من الأحكام ما يناسبني أو ما يناسب السلطة. كلما جاءت سلطة وطلبت حكما جئنا لها بأحكام تناسبها. نحن نريد بناء فكريا متسقا مع الأصل الديني، مع القرآن، مع السنة. والسنة تختلف عن السيرة بالمناسبة، عشان بس نبقى واضحين، يعني نسأل سؤال عن السنة وهل نترك السنة. السنة شيء والسيرة شيء آخر، وحتى السيرة يجب أن نسأل أنفسنا من أي المصادر سنستقيها. هل سنستقيها من كتابات أحبار اليهود الذين تحول بعضهم إلى الإسلام وكتب السيرة، أم نستقيها بأساليب علمية تحقق وتدقق في كل شيء يقال، وهل هناك اتساق بين الأقوال التي قيلت بشأنها أو لا يوجد اتساق؟ خلونا نكون واضحين أن الإسرائيليات في الدين الإسلامي وما أكثرها دمرت رؤيتنا لديننا، وأصبحنا نذهب لآخرين يعطونا للأسف الشديد المعاني. فكرة أن يكون للنص معنى واحد، حتى لو أنا قبلتها، حتى لو قبلتها، من الذي سيحدد المعنى الواحد؟ ماذا لو وجدنا وفق المنهج الذي عرض أن هناك لفظان يمكن أو معنيان ينطبقان على كل على اللفظ في كل مواضعه في القرآن، أي المعنيين أو أي المعنيين سنختار؟ المسألة كلها أننا أمام لغة، أمام بناء لغوي في القرآن. هذا البناء اللغوي نحن حتى هذه اللحظة يا سادة، علشان بس ما نخدعش أنفسنا، نحن حتى هذه اللحظة لدينا قراءات مختلفة للقرآن، لدينا علامات الوقف يمكن أن تحتمل معنيين لنفس الآية. لو أنا اتبعت علامة الوقف الأولى أو الثانية، يعني المسائل لا تؤخذ بهذا الشكل. المهم، هل المعنى هو معنى مقبول عقلياً، مقبول في اتساقه مع كل معاني القرآن الأخرى، مقبول من حيث البناء الروحي والأخلاقي الذي ارتضيته كوني مسلما، أم لا يتفق؟
والمسألة هنا ما هيش مسألة جهجهونية، يعني أنا لا أتحدث عن أننا والله نروح بسرعة كده، وأن أنا قلت ممكن نقعد 100 سنة من باب المبدأ يعني، لكن ليس بالضرورة هنقعد 100 سنة. لو أننا جندنا كل جهودنا هنقدر نوصل لشيء محترم. إحنا في عصر الآن أصبحت فيه القيادة موزعة، دي أحد أسباب بحثنا عن مذهب جديد، ولا بد وأن ينشأ هذا المذهب موزعا. بما دي هنقعد بقى نشرحها 10,000 سنة يعني، لابد وإننا نعرف إنه لن يكون مجهود شخص وحده، مش هيبقى عندنا الإمام مالك الذي يأتينا بمذهب، لا ما أعتقدش إن ده ممكن، وإنما سيكون هناك مجهود جمعي يحاول أن يجد معاني ونتفق ونستريح ونتوافق على معاني معينة هي المعاني التي يمكنها أن تأخذنا إلى طريق أفضل من الطريق الذي نحن فيه. الثوابت والمتغيرات في العقيدة، هذا مفهوم شائك. ما هو الثابت وما هو المتغير في العقيدة؟ من الذي سيحدد لي الثوابت والمتغيرات؟ الدواعش يتحدثون عن أن من ثوابتهم أن يقاتلوا وأن يقتلوا المغاير الديني حتى تتم نعم كلمة الله من وجهة نظرهم على الأرض، هم يعتبرونها من الثوابت. أنت تريد أن تحيلها إلى متغيرات؟ يعني من الذي سيحدد الثابت والمتغير؟ أنا اللي أعرفه أننا نبذل مجهود في أننا نعرف ما هي جذور الدين التي جاء منها، وما هو جذعه الذي اعتمد عليه المسلمون الأوائل حين نزل عليهم القرآن. هناك جزء لهذا الدين، ثم هناك فروع، ثم هناك فروع الفروع، هل تتبعنا هذه الفروع؟ لكن فكرة الثابت والمتغير أعتقد أنها فكرة شائكة، وليس منا من يستطيع أن يقول ما هو الثابت وما هو المتغير. حتى في جانب الشريعة الذي سأل الأستاذ المحترم الذي سأل عن الإمام مالك ومصالح الناس والشريعة، الخليفة عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الرماد معارضا أو مخالفا لنص صريح وواضح في القرآن بقطع يد السارق. لماذا عطل هذا النص؟ لأن مصالح الناس لم تكن بأي حال من الأحوال تتفق مع تطبيق هذا النص في هذا الظرف التاريخي. هذه أمور تحتاج منا إلى كثير من التمعن في السياق التاريخي كيف تم. الإمام مالك دخل في عراك مشهور جدا في كتب الفقه بينه وبين الإمام الليث بن سعد الذي كان مقيما في مصر، في حين كان الإمام مالك يقيم في المدينة، وخاطب الإمام الليث بن سعد وقال له بلغنا أنك تحكم في مصر بغير ما نحكم به في المدينة، ونرى هذا مخالفة صريحة للدين. ورد عليه الإمام الليث بن سعد وقال له، والإمام مالك كان يرى أن المصلحة العامة التي يأتي عليها تفسير النص التشريعي يجب أن تتبع أن تكون، أو الأمصار يجب أن تكون تبعا لأهل المدينة، فقال له الإمام مالك الإمام الليث بن سعد الناس كانوا تبعا لأهل المدينة ما كان الرسول قائما فيها.